زالت ترفض مناقشات برنامجها النووي مع المجتمع الدولي داعيه الى الامم المتحده الى التحرك ضد ايران. في فتره حرجه تشهد تلويحا غربيا باقتراب اقرار المزيد من العقوبات على طهران بشان ملفها النووي ومحاولات واشنطن حشد القوى الدوليه في هذا الصدد، تاتي زياره الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دي سيلفا الى طهران. تعتبرها واشنطن فرصة أخيرة لإيجاد حل تفاوضي بين المجتمع الدولي وإيران، فهل ينجح دا سيلفا في مهمته والوصول إلى صيغة مرضية تسمح بحصول إيران على الإيران المخصب بنسبة 20% خارج أراضيها في عملية تنفذها تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة في ظل دعوة البرازيل العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي إلى الحوار ومعارضتها فرض عقوبات جديدة على طهران من ناحية، وتعهد الرئيس البرازيلي ببذل كل ما في وسعه في زيارته القادمة لطهران. تكون الخطة الأخيرة للجمهورية الإسلامية قبل تلبية فرض عقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، متعلقة عند أن فرص الرئيس البرازيلي في مهمته ضئيلة جدا ولا تتعدى 30%. أما واشنطن فاعتبرت على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن إيران لم تقدم جوابا جديا بشأن ملفها النووي، ما لم يتحرك مجلس الأمن لإرغامها على ذلك بشأن رأى ضرورة فرض عقوبات جديدة عليها. وقالت كلينتون في لقاء صحفي مشترك مع نظيرها البريطاني أنها لا تتقدم يوما بعد يوم في مجلس الأمن في نيويورك، مشيرة إلى أن قادة العالم تقدم في هذا الاتجاه على ذلك جميعا بالشكل نفسه. من جانبه قال هيج انه يشارك كلينتون تحديدا رئيس مملكه ايران والدعوات التي تطالبها بشفافيه بشان برنامجها النووي بانه عار كبير. واشار الوزير الجديد الى خيبات الامل كثيره منذ اشهر، مؤكدا ان المملكه المتحده ستعمل الى جانب الولايات المتحده لاستصدار قرار في مجلس الامن. اجتماعية انسانية فيها تحقيق عبر الحالة. دكتور مرواني بسط بخبرنا عن حملة حقي لاتحاد المقاعدين اللبنانيين. اتحاد المقاعدين اللبنانيين هو جمعية لبنانية من جميع الطوائف وتعمل على جميع الأراضي اللبنانية، أعضاءها ينتمون إلى جميع الطوائف وإلى جميع الثقافات والأحزاب والتيارات السياسية المختلفة. تأسس اتحاد المقاعدين اللبنانيين عام 1981 وهو يعمل على ضمان حقوق الأشخاص المعوقين بشتى مجالات عملهم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية. اتحاد المقاعدين اللبنانيين هو ايضا جمعية تعنى بشؤون الاشخاص المعوقين بضمان حقوقهم ويعمل على الاراضي اللبنانية، كما له اتصالات وصلات ومشاركات اقليمية وخارجية، وهو جزء او عضو بجمعيات و بمنظمات وتحالفات إقليمية ودولية تعمل بشأن شؤون المعوقين اللبنانيين والعرب والعالميين. اتحاد المقاعدين اللبنانيين اليوم ينشط باتجاه النقل النوعي بمقاربة إشكالية الإعاقة والإعاقة في لبنان والعالم من النظرة الطبية والنظرة الخارجية.
الخيرية باتجاه النظرة الاجتماعية، ألا وهي نظرة الحقوق أو مقاربة الحقوق للأشخاص المعوقين، وبالتالي باتجاه الدمج ودمج الأشخاص المعوقين بمجتمعات. اتحاد المقاعدين اللبنانيين هو جمعية تعتمد على تمويل أعضائها، على اشتراكات الأعضاء وعلى التنسيق مع المنظمات العربية والمحلية والدولية لدعم مشاريع تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص المعوقين. اتحاد المقعدين اللبنانيين بدأ المرحلة الرابعة من حملة حقي في عام 2010، وكان هناك مراحل سبقتها اللي هي الانتخابات ل 2005، انتخابات الفرعية لعام 2007 وانتخابات العام 2009. واليوم اتحاد المقعدين اللبنانيين عندي مرحلة محمد حتى الاقتراع رفض عن الناخبين او المحلقين وانتهاكات وبحقهم المرات هذا الاتحاد تصرف على الجامعات الهندسية لمراتب الاقتراع وعلى كيفية اقتراع الاشخاص المعلقين، كما تعطف الحمد لله دعم المرشحين المعلقين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية